الايد اللي كنت بقول لكم عليها ادي ماسكه من هنا وماسكه من هنا، سيبه يعض من النص عشان يبقى عارف ان ايديا موجوده. لو جه يمسك ايديا بالغلط هستحمل عشان هو يفهم ويبعد عننا. السلام عليكم اخوتي الكرام، احبائي اخوكم محمود عاطف من قناه محمود وكوفو. حلقه النهارده ما شاء الله مميزه، معانا فيها الوحش زيوس كلب الله اكبر امريكان بولي. تنسوش تقولوا ما شاء الله ربنا يبارك لصاحبه فيه. اول ظهور ليه معانا. الحلقه بتاعت النهارده هي تعليم امسك سيب تمهيد الحراسه الشخصيه عند الجراوي. ما عملتهاش قبل كده وما قدمتها لكوش في حلقات، هقدمها لكم النهارده ان شاء الله، والحلقات اللي جايه كلها حاجات جديده او مميزه. فلو انتوا بتتابعونا على اليوتيوب تنساش تشترك وتفعل زر الجرس. لا لا، لو انت بتتابعنا على فيسبوك ما تنساش لايك وفولو صفحتنا ويلا بينا. طيب دلوقتي اللي انا عايز اعمله ايه؟ ان انا عايز افهمه كلمه امسك سيب. نبدا بدي الاول. لا لا، اقعد زوس، تعال اقعد. جود بوي. لازم يبقى الكلب عنده بعض التعليمات او بعض الاوامر. لا تعال هنا، هنا زيس، هنا جود بوي. لف اقعد. لا اقعد. ست يلا. لا اقعد. جود بوي. امسك شاطر، امسك شاطر. مجرد ما الكلب قفل الفك بتاعه بشكل سليم ببدا اسمعه المكافاه وبحرك ايدي بنسبه بسيطه عشان ما اوجعش اسنانه. جود بوي. وبالايد الثانيه دي ببدا اطبطب اثناء ما هو ماسك، يعني الجزئيه دي تفضل مشدوده كده وبايدي الثانيه انزل عند عينيه واطبطب. جود بوي شاطر شاطر. جود بوي برافو ما شاء الله. بصوا وتثبت كده، فالكلب هيبدا يشد بوضع معين. بصوا نحاول نخليه على السجاده. تعالى استنى. لا زيس زيس اقعد. ست لا لا لا، انزل انزل اقعد. لا لا اقعد. تعالى هنا هنا. ست خلاص. هايبرة العض بتصحي الحيوان اللي جوه الكلب بتاعك. لا لا شاطر. جود بوي. لازم يعرف ان الايد دي بتود بس. جود بوي. لا لا ارجع. ست تعالى هنا زيس. لا بيتك اهي اقعد. جود بوي زيس. لا 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 جود بوي. لا لا، اهم من ان انت تخلي كلبك يعض ان انت لا لا ان انت تقدر تمنعه. لا اقعد. لا جود بوي. وادي له ايدي. لا 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 ما شاء الله. زيس زيس تعال خد. امسك امسك شاطر. بصوا لسه حاسس ان انا مش عايزه يمسكها. لا انا عايزك تمسكها بس لما انا بسمح لك. جود بوي. واسيبه يكسب. اثناء ما سبت الجرو يكسب بطبطب على جسمه، ما سيبوش يمشي بالحاجه اللي خدها، ببدا اتفاعل معاه واروح ماسكها تاني. جود بوي. معلومه على السريع كده، اثناء ما هو بيعض الكلاب كائنات عندها قدره على التخريب عاليه والتدمير عاليه، فنصيحتي كل اسبوع بنجيب للكلب حاجه شبه كده يدمرها يبوظها، مش جايبها عشان احافظ عليها، لان في ناس بتروح تشتري تويز او لعب للكلاب علشان الكلاب تحافظ على اللعب دي، فبيفضلوا يشيلوا اللعبه ويخبوها ولو الكلب قطعها بيزعقوا له. لا هو اصلا اللعبه دي موجوده عشان الكلب يقطعها ويبوظها، فلما هو بيبوظ حاجات معينه فاهم ان بقيه الحاجات التانيه اللي في البيت ممنوعه عليه. جود بوي. وطبطب برافو. فاول حاجه عايزينها امر امسك وسيب في تمهيد الحراسه الشخصيه، بنعمله على لعب على قماش على حاجات، ولازم الكلب يتجرأ ان هو يعض من خلال صاحبه، ان صاحبه يبقى بيطبطب عليه والكلب عاضد عشان ما يبقاش خايف من الفعل ده او شايف ان هو محتاج يسرق ويعض تخفيف. جود بوي. طيب دلوقتي عايزينه يسيب. زيوس سيب. لا 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 جود بوي. لا 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 خلاص خلاص. لا لا لا
كل دي محاولات وتهويش. لا خلاص جود بوي. لا 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 شاطر. لا لا شايفين الغريزه لما صحيت؟ لا جود بوي يا زيوس. لا 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 شاطر. هكسب في الاخر ولكن اهم حاجه الطعم يفضل ثابت. ايدي ما تتحركش وتهرب بيه. ايدي هربت بيه ده معناه ان هو هيحاول يوصل له. يعني بصوا لما رفعتها لا انما تنزل قدامه ونمنع عنها. لا 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 شاطر جود بوي. طيب تاني زيوس زيوس امسك شاطر شاطر امسك امسك جود بوي. زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله هيفهم واحدة واحدة تكرار العملية دي. امر امسك سيب. هبدأ بعد ما الكلب يفهم الامر ده على تويز او على لعب او على حاجات. لازم برضو الحاجات دي تكون بتقفل الفك. يعني ما ينفعش يكون الكلب جاي يعض وفي قطعة ناشفة. امسك جود بوي. لازم بقه يقدر يقفل عليها. ما ينفعش يعض وبقه مفتوح. فلازم تجيبوا حاجات قماش او فوط او حاجات خفيفة. جود بوي. وتتاكدوا ان هو ماسك بالفك جنب السنان اللي قدام. لو ماسك بالنابين بس او الاربع انياب بس ما تشدش معاه. استنى اما يمسك كويس. خليك ماسكها كده هو هيظبط مسكته لوحده. لو زي دلوقتي اهو زي يظبط مسكته. بصوا بيحاول يظبطها يشوف مكان اظبط للمسك. استنى استنى امسك من هنا. لا امسكها كلها صح. ولازم تفهموا كلبكم ان ممكن ايديكم تبقى جنب الحاجه. يعني ممكن احط ايدي كده وهو يبقى فاهم بيعض ايه وما بيعضش ايه عشان يقدر يحدد مسافه ايديا والبعد بتاعها واستحمالها برضو. شايفين ما شاء الله ايديا اهي وهو بيعض حواليها مش هي. فالكلاب مش اغبياء. بوي. ونسيبه يكسب واسنابه بنسيبه بنطبطب عليه هو. ما شاء الله بوي. دلوقتي نطلب منه يسيب. زوس لا خلاص خلاص لا جود بوي. سابها نبعدها خالص من ملعبنا. لا 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 سيب. لا لا جود بوي. لا لا امر كمان لا او ان هو يسيب اهم من ان هو يمسك. لا لا لا. طيب انا عايزه بقى يبدا يعضني انا. زوس لا 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 انزل زوس هنا جود بوي. هنا جود بوي. اول ما يمسك نفس الفكره برضو نفس الفكره كنت بعملها. امسك جود بوي. اخليه يسيب. زوس لا جود بوي. انا نسيت البس الجاكيت بتاع العض. عندي جاكيت في البيت بلبسه لما ببقى اخلي الكلاب الصغيره تعض فنسيت. بس برضه هوريكم الفكره على الجاكيت ده. لا لا زوس جود بوي جود بوي شاطر. وبايدي الثانيه بطبطب نفس اللي عملته بالدبدوب بالظبط فهيتكرر هنا بجرأه اكتر. امسك جود بوي جود بوي شاطر. زوس خلاص شاطر ما شاء الله. وصلت لكم الفكره وصلت لكم الصوره. تكرارها بقى هعمله بشكل مختلف او متطور اكتر. هوريكم حلقات ان شاء الله في التطور بتاع الحراسه الشخصيه مع الكلب ده. لا 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 لا. في حاله ان انت طلبت امر المنع والكلب رفض ومصر لازم هنا تعرفه ان انت ليك رده فعل. فخلينا اوريكم بسرعه هعمل ايه. لا لا اول ما يمسك شايفين الجزئيه بتاعت قفاه؟ الجزئيه دي اتملكت من غير الضغط على الزور او على اي حاجه. مجرد ما ملكتها كده رجعه. لا خلاص. وتتاكد ان هو هدي ما عندوش استعداد يعضك تبدا تديله ايدك قدام بقه. نوع يعض تروح ماسكه تاني. لا تبدا تهدي ايدك واحده واحده تحركها على جسمه عادي. لا لا جود بوي شاطر. لا زوس امسك جود بوي بوي. هنا انا بعرفه ان ممكن المقاومه تزيد شويه وبعدين هثبت. بص اول ما اثبت هنا بيتكون عضل بيتكون صحه قويه فك قوي للكلب تواصل قوي مع بينه وبين صاحبه. ما شاء الله. مش هشد الشد ده غير لما اتاكد ان هو قافل القفله الصح. الصوت بدا يطلع واسكت نت فلتر.
ايوه كده واسيبه يكسب خلاص. جود بوي. بس مش هسيبه يمشي. جود بوي. واروح ماسكها. استنى زوس. لا لا جود بوي. لا اقعد ست زوس هنا جود بوي ست. لا اقعد اقعد. اول ما اقعد هديها له على طول. تعالى جود بوي ست. لا اقعد زوس. تعالى جود بوي. قاعد اهو. الكاميرا تيجي معايا كده. مسك امسك الايد اللي كنت بقول لكم عليها. ادي الماسكه من هنا وماسكه من هنا. سيبه يعض من النص عشان يبقى عارف ان ايديا موجوده. لو جه يمسك ايديا بالغلط هستحمل عشان هو يفهم ويبعد عنها لوحده. فبعد كده يبقى حريص اكتر ان هو ما يعضنيش انا. ما شاء الله. وهسيبه خلاص يكسب ويبدا يلعب. اثناء بقى ما انا سبته خالص للنهايه ببدا اطبطب على الكلب جنب السلاح او جنب الحاجه اللي هو كان بيعضها من غير ما المسها هي، واعرفه ان انا اهتمامي بيك، كنت بلعبك ما كنتش بلعب نفسي، دي لعبتك خلاص، عشان يحصل ثقة بيني وبين الكلب، ما يبقاش فيه تخوين ويبدأ ياخد لعبته ويهرب بيها، او يبقى حاسس ان انا هضايقه اكتر من ان انا هبسطه. كان معاكم محمود عاطف، اتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم وفادتكم. ما تنسوش تكتبوا لي تعليق برأيكم، تقولوا ما شاء الله اللهم بارك على الكلب القمر ده، واستنوا الحلقات اللي جاية. شكرا.